فريق اولمبيكاس فيفا بطبيعه الحال فهو عنده يعني مجموعه من الاخبار والمعطيات اللي كتهم هذا الفريق اللي كما قلنا فهو كيواصل الاستعدادات ديالو لما تبقى من البطولة الاحترافية في قسمها الأول لإنوي يعني الكل كيعرف بأنه الدورة السادسة الدورة المقبلة فتقريبا غادة تكون في 19 فبراير المقبل يعني واحد 11 يوم باش اللي بقات باش تلعب هذه الدورة أولمبيك الصين. نرجعوا شوية للوراء فالفريق اللي كان روبو رجعوا اللاعبين ديالو باش يستأنفوا تدريب ديالهم. آخر مباراة ودية إعدادية اللي كانت نهار السبت اللي فات لعبوها في مراكش ضد ليفار ضد الجيش الملكي وتعادلوا فيها بواحد الواحد وديجا يعني الفريق كان لعب دو ماتش يعني اللي كانوا لعب كل من امام دفاع الحسن الجليلي داروا 0-0 والماتش الثاني لعبوا ضد سريع والضم وتعادل فيه بواحد واحد. الماتش الثالث اللي كان ضد ليفار تاهو داروا فيه 1-1 يعني ثلاثه ديال المباريات كلها تعادلات. اخبار اولمبيك الصين يعني باش نكملوا الاستعدادات باش نعاودوا ديال خويا ايوب يعني نعطيو البرنامج ديال التدريب يعني في اليوم في الربعة ونص يعني من الواحد 25 دقيقة غادا تكون حصة تدريبية ديال هاد الأشياء هادي على أرضية الملعب التابع لمركز تكوين اللاعبين للحصة التدريبية اللي كيشرف عليه تقريبا هذا الأسبوع الثالث اللي كيشرف عليهم المدير التقني والمسؤول على تكوين الفئات الصغرى أمين كرمة وبالمساعدة ديال العبد ربي غديرة ومع أيضا المدرب ديال الحراس زهير عفيفي والمعد البدني ياسين تركوش هذا هو الرباعي اللي كيشرف على تدريب فريق اولمبيك الصين في انتظار العوده ديال عبد الهادي السكيتيوي اللي كيعاني من المرض وبالمناسبه يعني كنتمنوا ليه الشفاء العاجل تاع عبد الهادي السكيتيوي المدرب. نقول صراحه فتشوشنا على السكيتيوي في غياب طالت المده ديالو شويه الامر اللي خلى ان بزاف الناس كيتسالوا على الحاله الصحيه ديالو. برافو حتى للناس اللي زاروا منهم ليزولترا او الالترا ديال اسفي ديال الشارب اللي تما مشاو زاروه بزاف ديال الفعاليات. الحاله الصحيه مستقره بعدا ياك حسن؟ لا مستقره وفي يعني انت باش نحطك في الصوره خويا ايوب حتى انا نيت قررت يعني ان شاء الله يعني في القريب العاجل يعني غادي نحاولوا نديروا الزياره لتابع هذا السكيتيو في المنزل ديالو في اكادير باش نحاولوا على الاقل نقربوا للمستمعين. غادي يكون تنسيق مع زميل ديالنا عبد الجليل الشايف في اكادير باش نديروا شي زياره لعبد الهادي السكيتيوي الاطار الوطني يعني ماشي غير مدرب ديال اولمبيكاس ولكن الاطار الوطني المعروف اللي درب مجموعه من الفرق الوطني لتطمئنان على الصحه ديالو ونحاولوا اننا نقربوا حتى المستمعين من الوضعيه ديالو. ولكن المعلومات اللي كتوصلنا في الحاله ديالو الصحيه فهي مستقره ولله الحمد نتمنوا انه يتمات الشفاء ويرجع الفريق ديالو ويرجع يعني اولا العائله ديالو اخويا ايوب العائله ديالو الصغيره عاد العائله الكبيره المتمثله في الاسره ديال كره القدم. كما قلت لك الفريق فهو كيواصل الاستعدادات ديالو بطبيعه الحال يعني كما قلنا امير كرمل اللي تينوب حاليا للمدرب سكيتيو مع الثلاثي اللي فيه عبد ربه غديره وايضا زهير عفيفي وياسين تالكوش. الفريق فغدا ان شاء الله بحسب البرنامج اللي عندي فغادي يمشي لمدينه مراكش باش يوصل فيها الاستعدادات تقريبا واحد 4 ايام غادي يوصل فيها الاستعدادات ديالو في نهايه اسبوع اعتقد الثلاث المقبل غادي يكون مباراه اعداديه ضد حسيريه اكادير باش تكون هي المباراه الاعداديه الرابعه وتقدر تكون اخويا ايوب هي الاخيره قبل من ما يدخل الدوره السادسه ديال البطوله الاحترافيه. اذا البريباراسيون غدا بحال هكا بغياب سكيتي ولكن فريق عنده معسكر اعدادي في مراكش مع مباراه وديه اخيرا. نذكركم انه عرفنا تاريخ عوده البطوله اللي هو 13 فيفري بطوله برو انوي. بالنسبه للميركاتو الصفقات هو يمكن تساؤل ديال مجموعه من جماهير فريق مسفيوي. الميركاتو اخويا باش نكونوا واضحين اخويا ايوب كاين صمت مطبق ديال المسؤولين ديال اولمبيك الصين. ما كنظنش لانه حتى اللحظه يعني شحال باقي ثلاث ايام يعني ثلاثه ديال الايام الجمعه غادي سالي لوساك يعني فيفري ما كاينش حتى ريح انه غادي يكون شي انتدابات يعني حتى اللحظه فكنتظر دائما انه يكون شي جديد. اعتقد بانه كاين الاكراه لهاد اولمبيك الصين هو انه يشوف بعدا دوك كنا كنقولوا سبعه ديال اللاعبين اللي ديجا انهم كانوا تحطوا اللجنه ديال الرخص في الجامعه يعني كانوا خداو الاوكي يعني مازال كينتظروا يعني هذا الموضوع هذا يعني ما عرفناش بالضبط واش انهم اللعابه فعلا تكاليفاو وانهم غادي نشوفوهم في الدوره السادسه واش مازال كاينه شي حاجه اخرى. لانه مره كتسمع بانه تكاليفاو منهم ثلاثه باقي اربعه مره كتسمع اربعه باقي منهم ثلاثه يعني حتى الامور يعني مازال كاين غموض اخويا ايوب في هذا الموضوع هذا ديال اللاعبين. فسخ العقود كاين شي حاجه اخرى جديده ولا اللي
كاين هو كاين دابا هضره على داك البرازيلي دي سوزا ولكن ماشي رسميه خويا ايوب يعني باش ماشي رسميه حسب مصادر ديالنا تيقولوا بانه ربما كاين النيه الاساس انه ما يتم فسخ التعاقد مع اللاعب ولكن اللاعب والوكيل ديالو فاللاعب كيقول لك انا بعدا ما عطيتونيش فرصه انني نلعب عاد باش تحكموا عليا يعني ما تعطاتوش فرصه كاين هضره ولكن يعني باش نحطوا حتى الجمهور في الصوره يعني ماشي ماشي رسميه ماشي ديال المكتب المسير وانما هضره كتروج فقط يعني انتظروا انه المكتب المسير والاداره ديال اولمبيك الفي يعني تخرج يعني العلن واش انه غادي يكون انا بعدا حتى الميركاتو اخويا ايوب واش غادي يكونوا شي انتدابات واش ما غيكونوش لاعبين كتسمع مره بالفينا والاخرى بانه لاعبين يقدروا يديزيليو ليهم مره كتسمع بانه الهضره ما كايناش كتسمع بانه هو لاعبين هادو اللي ديجا محطوط الملفات ديالهم عند اللجنه ديال الرخص اشنو يعني اللي كنتسناو المكتب المسير انه يخرج على الاقل يقولوا ديها هما اللاعبين اللي تكاليفا هما اللاعبين اللي مازال هادو مجموعه من التساؤلات يعني من هنا يعني كنوجههم المسؤولين ديال اولمبيك اسبي يعني بخصوص هذه القضيه ديال الميركاتو ايضا تاهيل اللاعبين ديال اولمبيك اسبي نمشي بك دائما وارتباطنا اخويا ايوب اخبار اللاعبين كما قلنا في المرات السابقه كانوا مجموعه من اللاعبين اللي كانوا غايبين بسبب الاصابه والمرض مجموعه منهم رجعوا كيتدربوا مع المجموعه بحال الحارس اشرف هلالي اللي رجع دابا كيتدرب مع المجموعه بحال شرف الدين الغردماني ايضا حتى الكاسي مارسيال ايفواري ولكن اللي باقيين غايبين على التدارب واللي مضروبين هما جوج ديال اللاعبين اللي هما المهدي زايق يعني مازال مصاب غايب على التدارب وايضا هشام العروي حتى هو ايضا مضروب يعني غايب على التدارب هادو هما جوج لاعبين ونزيدوا عليهم حتى محمد امين الصبار اللي مازال يعني من اللاعبين اخويا ايوب محمد امين الصبار اللي كان التحق بأولمبيك اسبي قبل انطلاق الموسم الجاري ولكن ما كانش في اللائحه ديال دوك 20 لاعب اللي كاليفاتهم الجامعه باش كيلعبوا مع الفريق يعني محمد امين الصبار حتى هو من دوك السبعه ديال اللاعبين اللي كينتظروا التاهيل ديالهم باش يحملوا القميص ديال الفريق اولمبيك اسبي هادو هما ثلاثه ديال اللاعبين اللي غايبين على اولمبيك اسبي محمد امين الصبار هشام العروي والمهدي زايق هادو هما ثلاثه ديال الغيابات ديال اولمبيك اسبي نمشيو يعني بزاف كيسولونا على الوضعيه ديال ملعب المسيره الخضراء فملعب المسيره الخضراء فهو الغاز ديالو بدا كيرجع للطبيعه ديالو ولكن في الفريق يعني اللي كاين هو انه ممنوع انه يدرب على ارضيه الملعب اللي معطيه انه الوقت اللي غادي ترجع البطوله يعني الفريق غادي يرجع يستقبل في الميدان ديالو ملعب المسيره الخضراء بمدينه اسفي العشب ديالو يعني كيبان بانه بدا كيسترجع العافيه ديالو بدا كيبات يقول بدا كيزيان يعني داك العشب ديال الوقيته ديال الشتاء يعني الارضيه ديالو بدات كطيب تقريبا اخويا ايوب هادو هما اخر المعطيات واخر الاخبار ديال فريق اولمبيك اسبي اللي نعاود نذكر بانه غدا ان شاء الله فهو غادي يدخل في معسكر تدريبي مغلق بمدينه مراكش لمده 4 أيام مع خوض مباراة إعدادية في النهاية ديالو يعني نهار السبت ضد فريق حسنية أكادير ومن بعد غادي يرجعوا لأسبي أوتوماتيك ملحد غادي يكون روبو يعني اثنين غادي يكون استعدادات للدورة السادسة ديال البطولة الاحترافية إنوياتي اللي كاين خويا أيوب إلى فرصة قبيلة إن شاء الله. شكرا لك إذا أسبوع ديال إعداد مراكش كما ذكرتي الميركاتو فما كاينش شي حاجة جديدة على صفقات ديال أولمبيك أسبي كنتكلموا على الأمور الرسمية وكنتمناو شفاء العاجل عبد الهادي سكيتيوي المدرب ديال اولمبيك اسفي. صريح الدكتور محمد الحضرامي اللي هو الطبيب ديال لوسايس كيتكلم على الحاله الصحيه ديال مجموعه من العناصر اللي تيحاولوا انهم يسترجعوهم في اقرب وقت ممكن من اجل استئناف مباريات الدوري. بالنسبه للحاله الصحيه ديال اللاعب اولمبيك اسفي عندنا الهلالي اشرف اللي كان تيشكون من بعض الالم في الظهر ديالو وهادي شي 4 أيام ولا 50 يوم دابا رجع كيدرب مع المجموعه وتعافى من المرض ديالو. كذلك الغردماني شرف الدين اللي كان عنده بعض الالم في الصباح ديالو دابا ثلاثة غيلتحق بالمجموعه. كذلك كاسي مارسيال اللي كان عنده الام على مستوى ليزادكتور كنت اتصال معه وحاليا تعافى من المشكل ديالو وغيستأنف في التدريب يوم الثلاثاء ان شاء الله. انتريتمون طلبنا لي واحد فحوصات تكميليه وبالخصوص اللي رام كنتسناو النتيجه ديالها وهذيك الساعه غناخذوا قرار ونعرفوا الحاله الصحيه ديالو فين واصله. كذلك اللاعب زايا المهدي اللي اصيب مؤخرا على مستوى العضله الخلفيه للفخذ اللي كنسموه ديسكيو جومبي غادير مع ان شاء الله
يوم الثلاثاء أو الأربعاء شوفوا الحالة الصحية في مصلات. بالنسبة للحالة الصحية ديال محمد أمين الصبار اللي كان تحس بواحد الألم في الركبة ديالو، طلبنا ليه واحد ليرام باش نعرفوا نوع الإصابة اللي كيعاني منها.